عودة من جديد، شكرا طبعا لمعلقنا زميلنا الكابتن إيهاب رجب. وانتهاء الشوط الأول من مباراة السيمي فاينل من النسخة 39 من كأس الكؤوس الإفريقية ما بين النادي الأهلي وباترو أتلتيكو الأنجولي بنتيجة 13-9 لصالح باترو. كابتن سلوى خليني أروح لك سريعا، البداية شفتيها إزاي؟ يمكن السكور او الفارق مش كبير قوي، نقدر ان احنا نعوض في الشوط الثاني، ولكن شايفه البدايه والتشكيل ازاي بالنسبه للكابتن محمد عادل زول؟ هو الفرق مش كبير والماتش لسه في الملعب، بس انا شايفه عدم تركيز في كور كتيره جدا بالنسبه للهجوم احنا مضيعينها. بالنسبه للدفاع هم كل اعتماداتهم على تغيير مراكز واختراقات، تغيير مراكز واختراقات، ف الدنيا يعني في الدفاع في النص مش مظبوطه، وده ادى طبعا يعني الوينج رايت مثلا جايبه 3 اجوان، لما الخطه بتكمل للاخر فبتخلص من الوينج، الخطه ما خلصتش ما كملتش للاخر بتتسقط على الدايره، يا اما الباك رايت مخلص او الباك ليفت مخلص، وكله اعتماد على الاختراق. طبعا كمان الحمد لله ان منا صدت كذا كورة فموفقة النهاردة، فالفرق برضو مش كبير، بس أنا شايفة الماتش مش صعب، الماتش مش صعب، ونهدى شوية نركز شوية إن شاء الله الدنيا هتكون أحسن كتير الشوط التاني. كابتن مي، أهم الأخطاء اللي كانت عندنا لازم نتفاداها في الشوط التاني عشان نقدر إن احنا نرجع تاني بالماتش؟ احنا عندنا ما عندناش اي تمركز دفاعي، احنا بدأنا نفقد الاماكن بتاعتنا، عندنا جابات في الدفاع بين الثلاثات والاثنينات، سواء من ناحيه كانت ليلى وامينه من ناحيه الرايت ومن الناحيه الثانيه برضو، وده بيكمل للوينجات. يعني يمكن زي ما كابتن سالو قالت، الكره لما بتكمل الوينج بيخش مرتاح وفاضي. في كام كره حصل فيها غلط في الثلاثات في النص، بس يعني ممكن ما تفهمناش او ما تكلمناش مع بعض، بس اوفرول انا شايفه الثلاثات ماشيين كويس، يعني بيخبطوا فمقفله، هما بيخشوا بعد الثلاثات على الاثنينات على الباكات بتوعنا. ده بالنسبه للدفاع. في الهجوم عندنا تيرن اوفر غير طبيعي. في كوره دخلت فيها رنا رادي لما طلع 5-1، بيترو طلع 5-1، رنا رادي دخلت مرتاح خلاص، الملعب اتفتح تحت الواحد، الدنيا يعني ما كانتش يعني مش صعبه خالص. لا مش صعبه، احنا كذا كوره عندنا ما كانتش صعبه بالظبط. يعني طالبه من الباكات ليفت ان هم يروحوا يلعبوا على 1 و2 علشان يقدروا يسيبوا صح للوينج، المساحه دي فاضيه تماما، يمكن اضيق منها ناحيه الرايت. كمارا كانت بتسيب لامينه، دخلت حتى في كوره كانت ضيقه جدا ولكن حطيتها. فقصدي يعني كمارا نفسها دخلت بين 1 و2، رنا رادي دخلت كام كوره برضو، بس عايزين اكتر في الحته دي، الحته دي فاضيه خالص، هم مركزين جدا يقفلوا على ليلى. واي حد بينزل لها هم قافلين القصه دي خلاص، هم مقفلين جدا على الفيرود بتاعنا. فانا شايفه قوي ان احنا نلعب يعني غير ان احنا نستغل ال 5-1 في الفراغات اللي تحت، كمان التيرن اوفر احنا الكوره بتضيع تخرج اوت. مش هتكلم طبعا اخطاء تحكيم، يعني لا عمرنا يعني ما تطرقنا للقصه دي، ولكن في ضرب يبقى لازم انا لازم اكون اقوى، لازم اسيب الكره اسرع، لازم اكون مركز في لمساتي وسيبي للكره، مش بسيبه خلاص، لا لازم ابقى مركز عشان حتى لو انا اتضربت يبقى زميلي قادر ان هو يكمل تروح له مظبوط. الجهاز بدا يتعصب جامد وده بدا ياثر على اللعيبه، ينعكس على اللعيبه بالظبط، فلازم ناخد نفسنا بالظبط، لازم ناخد نفس كده، ولسه ده كل الكلام ده واحنا اوحش حاجه وفرق 4، يعني يمكن لا هو فعلا فرق سكور مش كبير، احنا حصل صيام كمان، احنا في جاب اكتر من 10 دقائق ما جبناش فيها جون، مش عارفين نجيب جون من دقيقة 12 لحد مثلا دقيقة 24، احنا ما جبناش جول. فده احنا بدأنا نفقد التركيز. منا شالت بلا شك، منا يعني ما شاء الله عليها الماتش اللي فات، بالظبط مركزة البطولة دي مركزة، فكل ده وفرق 4، فبعيد لا مش بعيد خالص، محتاج استرجال بقى في التخليص والناس تركز يعني. بس طيب بذكر منا جول كيبر بتاعت باترو اتلتيكو، الحقيقه يعني الناس كلها سواء جمهور كومنتس على الفيسبوك احنا واحنا قاعدين بنتفرج، الحقيقه تريسا دلميدا عامله شغل عالي، سبب كبير جدا من الفرق ما بيننا وبينهم، سبب كبير لعدم اختراق النادي الاهلي وعدم فكره عدم التوفيق في احراز الجولز.
حجم بدني طبعا بالظبط. هي يعني الفكره بس ان هي شكلها يخوف، لكن هي ما فيش اي مهارات ولا اي يعني، هي واقفه نشوط بعيد عنها بس، بس يعني هي مش قادره تتحرك 10 سم حتى ولا يمين ولا شمال، بس هي يعني شكلها هي مش شكل يخوف يا كابتن سلوى، هي الفكره في يعني الحجم الجسماني هو السبب يعني، هو أوكي. هو السبب في بس طيب اوكي انا المفروض بقى صعب إن الاختراق. انا لا صعب الاختراق، بس في زوايا وفي تحت هي مش هتقدر تنزل تحت خالص، وفي زوايا يعني ملهاش علاقه بقى، هي واقفه في النص خلاص الموضوع خلص، لكن الاربع زوايا فاضيين. بس هي الفكرة ان مالية الجون شكلها مرعب شوية بس، لكن نركز شوية، وده يعني لو الكرة اترمت هتدخل مش هتتحرك، هي مش هتتحرك، هي اترمت بالفعل ودخلت يعني، يعني الكرة تحت رجليها بالظبط مش هتتحرك. اتفق معايا كابتن مي ان هي فعلا هي معندهاش مهارات، بس خلينا نقول نتكلم كلام صح عشان الناس بس كده. هي شاطره طالما هي معقدانا يبقى هي شاطره، احنا بس كده. نركز هي مخوفين يعني، بس يعني هي بتستغل الكتله الجسمانيه ان هي تسد الفراغ وده بيبقى صعب بالذات على الوينجات والمساحات الضيقه، ولكن لو اترمت الكوره تحت اترمت دحرجت هتخش، لو اترمت فوق ما هو في ناس جابت اجوان يعني مش صعبه، مش صعب بالظبط بالظبط. فلا احنا ممكن نستغل دي نقطه يعني نلعب عليها بس نركز يعني، الناس بتروح وتشوط في ايديها، طب ما نشوط بعيد يا جماعه عنها، احنا شايفين اهو قدامنا على الشاشه يمكن طبعا شاطره، هي موفقه قوية جدا، هي قويه الحقيقه، هي قويه جسمانيا غير طبيعيه بصراحه. مي خلينا نتكلم عن اهم الثغرات اللي ممكن نستغلها عند بيترو عشان نقدر نرجع مرة تانية الماتش. كابتن زولا هيشتغل على ايه؟ اكيد لاحظ من الشوط الاول في عندهم اكتر من ثغرة في الفريق، ايه الحاجات اللي ممكن نشتغل عليها عشان نرجع تاني للماتش؟ بصي يا مريم، انا شايفة انه احنا بنجري كويس من الدفاع للهجوم، احنا بنجري وبنروح كويس جدا، بس بنخلص بكورة وبنباص مش احسن حاجة، الكرة يا اما بتتكعبل وترجع علينا، يعني احنا بنبقى سابقين في فراغ بس الناس تجري. طبعا الوينجات بتاعتنا بتدافع في اتنينات، فهي لازم تأمن الكرة اكتر ما تجري، والمفروض ان الوينجات بيجروا، فهم بيضطروا ان هم يستنوا يأمنوا الكرة. يمكن نتاشا بتاخد بتعمل النقلة دي كويس قوي من الدفاع للهجوم، احنا ممكن نلعب على الفاست بريك ونسرع الجيم وندوس، هم خلاص يعني برضو هم في اجسام، احنا في صحة لسه، طب خلاص نلعب على ده يعني، شايفه نلعب على طالما احنا واحنا مرصوصين 6 على 6 مفيش يعني، مش قادرين نجاري مش عارفين نعدي، تمام العب بقى على اللي انا عندي، عندي نفس عندي نفس، قادر ادوس ادوس اجري، بس الناس تظهر لبعض تظهر لبعض صح، فين القطع فين يعني، شايفه الناس كل واحد بيجري لوحده، نتاشا بتعمل دريبل وبتستنى تشوف تبص تفضل تبص ماتياس بتفضل تدور على حد تباصيله الكوره، يعني نظهر لبعض هنلاقي الجيم مفتوح تماما، فاعتقد دي من النقط المهمه جدا. كابتن سلوى سريعا، لو شايفه توقعاتك هنرجع للجيم ولا ممكن بيترو يستغل الثغرات اللي عندنا ويحب ان هو يفرق سكور عننا بشكل كبير، خاصه ان هو عمل كده الماتشات اللي فاتت مع كل الفرق يعني طول دور المجموعات او الربع النهائي مش كبير مع طول الوقت يعني قليل قوي لما ما كانش فيه فرق سكور، ولكن هو طول الوقت بيستغل ده، فسريعا جدا ممكن تقولي يعني هل تتوقع ان احنا نرجع ولا بيترو ممكن يبقى حابب ان هو يزود الفارق ده؟ لا هنرجع في حاله ان احنا نركز يعني، لو ركزنا وركزنا في التخليص كمان هنرجع، لان احنا بنوصل للجون، احنا مش بنوصل يعني مش صعب علينا ان احنا نوصل للجون، احنا بنوصل بس التخليص هو اللي نركز شويه هنرجع في الملعب ان شاء الله. بنتمنى كل التوفيق طبعا لسيدات يد الاهلي في الشوط الثاني. نرجع دلوقتي طبعا لارض الملعب ومعلقنا العزيز كابتن ايهاب رجب. يا رب.